شوفوا أقول لكم شيئا، هذه المرأة التي أتيت بها من بين إخوتها وأبيها وجئت بها إلى بلد ليس لها ركن تأوي إليه إلا ركنك، ثم بعد ذلك يهوي بها ذلك الركن الذي كانت تظن أنها تأوي إليه، انتظرت رحمته فأتى بغلظته، انتظرت عطفه فأتى بقسوته، انتظرت نصره فأتاها بخذلانه، وأركانها بعيدة عنها في بلدها. اتق الله فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، أحرجه أي أجعله في حرج، أجعله في ضيق، لا أبيح لكم التوسع في حق الضعيفين المرأة واليتيم. وكن شهما، لا تكن سفلة نذلا وغلا. لو يعني لو كانت بين إخوانها لما اجترأت عليها بمثل ما اجترأ عليها الآن، وأنت تعلم أن بينها وبينهم الفيافية والقفار. لا تكون كذلك، كن كما أنت، لو عاملها كما لو كان أبوها ينظر إليك، واعلم أن من هو أحرص عليها وأرأف بها وأرحم بها من أبيها ينظر إليك وهو خالقها سبحانه. وإياك والظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سبحانه يقول: عاشروهن بالمعروف. الرجال، لما زلنا نتحدث عن الأسوة، كان لكم في رسول الله أسوة، النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء مع أزواجه، والله الذي لا إله إلا شأن عجب عجب عجب. وأنا أحيانا تأتيني بعض الأسئلة من بعض الناس، أقول: هذا أي ملة أنت؟ أي ملة أنت؟ يمكن خرجت من ملة الإنس كلها، ما حتى ملة الحيوانات، هذه ليست ملة حيوان من الحيوانات.